السلام عليكم، صباح الخير. غابة ضخمة جدا تحت التأسيس، مشروع لشركة أرامكو، المدخل الغربي للحسا اللي جاي من طريق الرياض. راح تقابله مشروع ضخم جدا، 20,000 شجرة، غابة من 20,000 شجرة منوعة جميلة جدا. واحد من كذا موقع أرامكو جالسة تشتغل فيه، وصراحة خطوة جبارة جدا. 20,000 شجرة، وبننزل ناخذ جولة نشوف شو الأنواع اللي موجودة. السلام عليكم، احنا الآن في الأطراف المشروع، ما شاء الله. طبعا اختيار الأشجار كان بعناية، 20,000 شجرة، غابة من 20,000 شجرة، السدر، الغاف، السلم، شيء جميل جدا، قائمة رائعة جدا صراحة. أنا طلعت على الجزء القائمة اللي كان بالتنسيق بين مكتب المياه والبيئة وأرامكو السعودية لزرع المنطقة الجميلة هذه. بعد سنة إيش ممكن راح تصير؟ الأشجار أيضا من الحاجات المهمة جدا اللي هي أشجار نحلية، يعني أنا أتكلم 20,000 شجرة بهالضخامة بعيدة عن المبيدات، أشجار صحراوية، السمر والطلح، طلح، سمر، سدر، حتى الحنة، أشجار ممتازة جدا، شبكات ري، ترشيد، مخبية في الأرض، المنطقة مسيجة أيضا بالكامل. ليش؟ علشان تكون بعيدة عن الري الجائر، أيضا حفاظ على البيئة. ما شاء الله نسبة النجاح أنا لاحظها جيدة، ما شاء الله، من عند سكة الحديد اللي في طريق الرياض إلين تقريبا الكبري مال المطار. المنطقة هذه كلها 20,000 شجرة، ما شاء الله ما شاء الله. بنروح موقع ثاني أيضا من المواقع الجميلة اللي أرامكو قامت بزراعتها، ما شاء الله. السلام عليكم، أنا في الأشجار اللي في 2019 زرعت، مشروع 2019 واللي قبل شوي 2020 تكملتها، ما شاء الله. أشجار جميلة جدا، السدر والإثل أشياء صراحة مبدعة جدا جدا، والغاف أوه شيء جميل، شيء جميل جدا جدا جدا، ما شاء الله. سنوات قليلة راح يكون غابة هنا، غابة ما شاء الله. السلام عليكم، الموقع الثاني اللي شركة أرامكو شغالة فيه وتم غراسته بأكثر من 5,000 شتلة، 5,000 شجرة من 26 نوع المتحملة أجوانا، جبل بوغنيمة، الدائرة الغربي أو الضلع الغربي لطريق الملك عبد الله الشعبية والمركز الترفيهي لأرامكو. هالمنطقة هذه كلها أكثر من 5,000 شتلة شجرة من 26 نوع تناسب بيئتنا وتناسب أجواءنا وأجواء الحسا، ما شاء الله شيء جميل. خلنا ننزل ناخذ صورة من الأسفل، وهنا تمشى في وسط هالغابة المستقبلية، ما شاء الله شيء يثلج الصدر لما نلقى غابتين تنشئهم أحد الشركات الكبرى في البلد
بمجهود أيضا بيئي ووعي بيئي. 5000 شجرة من الأشجار المعمرة اللي تتحمل الأجواء راح تعمل تغيير في مداخل الحسا، تغيير في البيئة الحسا واستدامتها، واستدامة أيضا استدامة الخضرة والجمال والبيئة. ما شاء الله شيء جميل صراحة، يثلج الصدر. يعني هذه بعد سنوات قلائل ايش راح ممكن تصير؟ سبحان الله من المواقف الجميلة في نفس المنطقة هذه، برسوبس شجرة مو قديمة طبعا تبين ان هي، لكن اللي واضح ان هي صايرة ظلها ظل صاير استراحة العمال اللي يشتغلون في المشروع الأعمال هذا. هذا واحد من سبحان الله جلسة واستراحة العمالة تحت الشجرة، شيء جميل شيء جميل. طبعا هذه واحد أو هذا مشروعين من عدة مشاريع أرامكو راح تنفذها في الحسا، راح نعلنها تباعا على حسب ما يردنا من معلومات. طبعا حصلنا لها معلومات بمجهود البيئي في الموضوع جميع. ما شاء الله شكرا جزيلا، أتمنى أن تغطيتكم عجبتكم وأفدتكم بالشيء الجميل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما نخلص احنا زيارات مزارع ولا لفة مزارع، ما شاء الله هذا نهاية محصول بامية عند الحبيب الغالي. أطورك حبيبي ابو تميم جعفر الميدان، حياك الله عيوني. هلا في النهايه بجيك 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 بعيد عاد انت بعيد ورا الكاميرا كذا ورا 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 طالع وراك شلون. يلا ربك عين، حياك الله ابو تميم. يا عبد الله في الليل اجي تتمشى براد. ايوه براد، الاجواء حلوه ابو تميم ما شاء الله. بروح نصور الشمام بعد اللي عند ابو تميم، ربي يبارك له. ما شاء الله ما شاء الله، نهايه الموسم هذا الباميه طبعا. مزرعتهم بعيدة بس يلا بعيدة بعيدة على بيتكم على بيت. طيب حبيبي ابو تميم ربي يبارك لك ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه طبعا بذيرة الشمام صيني ابو تميم كله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلنا نفتح هنا نشوف ما بعد ذا. اي بداية البذرة طلع. هذا بداية البذرة، هذا اخر ما انبذر، آخر ما انبذر. خلينا نمشي تحت ونشوف اللي قبله واللي قبله. هذا عمره أكبر طبعا ما شاء الله، بعد حديد سهل وينشال كل الشوش. ماله يمكن 16 يوم 16 يوم ما شاء الله 16 يوم. بعد شوي بينشال الشوش كله نفس المنطقة هذيك. طبعا ليش يزرع على تتابع؟ عشان يصير المحصول على تتابع. بداية الموسم وسط الموسم نهاية الموسم انت بتلقط شمام، مو في وقت واحد بعدين العمالة تواجه فيك مشكلة مسألة اللقط وغيره. يعطيك العافية ابو تميم ما شاء الله. خلنا نشوف الاخير اللي هناك بعد. وهذا ما شاء الله عمر شهر، هنا بداية عقد بعد ما شاء الله، بداية عقد الشمام. النحل عندي يلعب لعبة هنا على هالورد. إيه ما شاء الله، أصلاً وجود النحل زيادة تلقيح، زيادة تلقيح ما شاء الله. بدأ عقد، بدأ شوف هذا ما شاء الله. إيه في عقد ما شاء الله بعمر شهر. بنحط لها نيشان هنا، بنحط لها الحين وتد. تسلم. أول ما تستوي بندق عليك يا أبو الحور. تعال تعال يا بعد شهدي يعزب عزيزك أبو تميم. حبيب قلبي ما شاء الله، ربي يبارك لك ويرزقك وبنجيك ان شاء الله. هذا طابعك على هالشمام، احنا من رابعك يا مرحبا ومسهلا حبيب قلبي ابو تميم.